الساحه الفنيه مش بيعرف فانتازيه كلمه ساحه محلاها فيها تتباع وطول عمرك ما تنساها كلمه ساحه مصابها صارت تكتبها يعرف ان تقدرها بعد قصير من الجمهور انا مدرسه هذه السيدي اللي حب يشجعني جمهور 5 دينارات وفرق جنايات المجتمع في عندك مدرسه موجوده 5000 فرنك عندك ساعه سي عبد الواحد تصورت لك تصور مزيانين شجعوه سي عبد الواحد شجعوه بجاه ربي لو عنده سيدي 5000 شجعوه راهو انسان مبدع على الاخر وعنده شين على اليوتيوب فيها برشا برشا ضحك الضحك كبير 7 ضحك وصوروه صوروه سي عبد الواحد صور يعطيكم الصحة وهكايا عندك شكرا طيب طبعا مش نطلقوا مع جمعية أردن مش قد منك